أصبحنا وأصبح الملك لله. يا هلا والله، هلا ومرحبا. طيب هذا راح أغير اسمها ولا بخليه زي هو هوم بيجن؟ طيب أتوقع والله أعلم لو بسوي واحدة ثانية لازم تكون نفس الاسم بالضبط عشان تشبك معها. الثانية تحتاج اثنين فاينوود واثنين اثنين سيرتلينج كور وفاينوود ومدري وش وعين مدري من ذاك. بالغلط يا ورع. طيب على العموم انا ودي الحين نروح نبحر ونجلد البوس. صراحة احس جاء وقت ان نواجهه، والبوس فيه اكثر من طريقة للجلد يعني. ما ادري تعتبر غش ولا لا، بس نقدر نجلده باكثر من طريقه، لكن راح احاول ان ما نعتمد على الجلتشات وكذا الاشياء الخايسه عشان ما نخرب البوس، نخرب الفايت. طيب نقدر نطور هذا البو لانه مره مهم. لازم بنش رابع عشان نطور الاربعه. اي لازم ليفل 4. فعشان نسوي ليفل 4 ايش نحتاج؟ نحتاج هنا كرافتنج، نحتاج هذه ثلاثة برونز. الفورج ما قلنا ما ندخل الآن بال هذه تبع الفورج ما ندخل، هاي تبع الفورج برضو. بقينا هذه ورك بنش أدز، تحتاج ثلاثة برونز وفاين وود. أوكي برونز عندنا تحت الظاهر. أوه هلا بالفحم، هلا والله، هلا 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 هلا. أوكي أوكي، في عندنا هي حاطين 10 على 10 اسمنا كفر. طيب الفحم حنحطه هنا مع الحجر هذا. خلنا ناخذ برونز. اوف شوف شوف عندي والله كثير يا عيال، تصدقون مدينا اصلح برونز مره كثير. اي والله مدينا اصلح برونز مره كثير. اوكي اوكي الحمد لله على السلامه. يلا اوه في ثلاثة عسل، جب لي يخلص. طيب ليكون طيحتها، طاحت الله يقلع بالغباء. طيب عطنا برونز يا بوي. هلا بوي، هل 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 عندنا واجد يا عيال واجد. صدقون الفورج لو نزلها تحت يمكن احسن، نحطها عند الغرفة اللي تحت. مدري لا لا مو لازم. طيب الحين عندنا 22 برونز يا عيال. طبعا هذه حركة انا اسويها عشان افضي الشنطة بدل اقدر امشي طبيعي زي الناس، ترجع استامينا شوي بعدين اشيلهم. 22 برونز يا حبيبي، واقدر اسوي زياده الحين قاعد اسهر هناك، فيمديني اسوي زياده بعد يعني. جب العسل يا عمري. اوكي خلينا نحطهم هنا. اوكي يا هلا والله، نقدر نسويها الحين يا عيال. هذه راح تعطينا ليفل 4. اوكي مالي الا اكسر هذه وابني هذه هنا. ما عندي فورج، لازم فورج. اوكي سوري رجع اغراضي. اوكي بزر ممكن ترجع لي اغراضي. اوكي نقول الفورج لفه يسار شوي وهذه تجي هنا كذا. اتوقع ما في الا كذا، اتوقع يعني زبطت الزبده. الحين عندنا هذا، المفروض هذا الحين تصير ليفل 4. هلا بوي. اوكي نطور، ليش اسوي ابجريد لهذا؟ وش الفائده؟ مين يبغى يسوي ابجريد للمطرقه؟ هاي هولدز اند مايتي فورتيفيكي، وشو؟ اوكي سويت الابجريد، شو يسوي؟ والله ما ادري وش يفرق صراحه. اوكي على العموم ما علينا. وش نبي؟ نبغى عشان نسوي ابجريد للبو نحتاج فاين وود وكور وود. اوكي على طاري هذه الصخور، راح تكتب في التعليقات احفر هنا وراح يطلع لك هنا بين الصخور هذه. اصبر وش ذا فحم شبه هنا؟ يقول هذه الصخور المنطقه اللي قاعد تحيطها اذا حفرت في وسطها راح تلقى كنز. فيا خلينا نحفر، مشكلة ما ادري ايش كثر نحفر يعني. نروح كذا بالطول. اوكي خلينا ننزل شوي ديب. ايوه
هيكل عظمي. اوكي. يوه. وات. صوت قاعد. هلا والله هيكل عظمية يا عيال. ايوه وش هذا؟ تشست. هلا والله. اوه لا والله في اشياء. هلا بوي. هلا. بغلط. اوكي. خل نكمل. نايس والله مشكور على المعلومة يا حبيبي. حلو حلو حلو. ترى في كنز عندي في البيت انا ما ادري. اتوقع كذا كويس دائما لقيت الكنز والقروش والهياكل العظمية. ما اتوقع في مو لازم ننزل اكثر يعني. بس خلني اتاكد نوسع مين يسار. اوكي حفرناها. ما اتوقع في. جرب هنا يمكن نلقى. ما في شيء خلاص. يب 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 يب. اوكي تو كرشت عليه اللعبة فاضطرتني اطفي الجهاز وشغله. كان الالوان تغيرت يا عيال. اي والله تغيرت. انا سويت ابديت للجرافيكس كارد وتغيرت على الالوان الزبدة. انتم ما توقعتوا تشوفون فرق بس انا اشوف فرق قوي. الزبدة ما علينا. الحين نقدر نسوي ابجريد اتوقع. لا ها ايش ناقص؟ اوكي فاين وود. اوكي هلا والله مرحبا. يوي القوة. خلاص طورت اخر تطويرة هذه ماكسيموم كواليتي. حلو. باقي الستاك بريكر ممكن نطوره ما ادري ايش رايكم نطوره؟ ما اقدر اطوره الا ليفل 5. غريبة والله مرة غريبة. وش ذا؟ هذا تحطه يحمي بيتك او المنطقة اللي حوله ان اللاعبين الثانيين يخترقونها. بس انا ما عندي لاعبين ثانيين فما احتاجها. بس اوكي شيء جديد يعني. المهم ما علينا. خلنا نرتب شنطنا نرتب وضعنا نعيم من الله خير. لان الحين فرقت او مو فرقت سوينا اشياء واجد. صلح كل شيء. تعال هنا يا ابو الشباب. كل جب كم نبغى؟ لا هنا هنا نبغى 16 اتوقع. صار عندنا 20. كم نحتاج؟ 10. اوكي خل نرجع اجل ويت. باقي لنا 2 سيرتلينج. اوكي وورك بنش نسويها هناك. طيب الورك بنش ما نحتاجه. نحتاج 10 وود فخلنا بالغلط. فخلنا نرجع الود هناك. بس الحين خلنا ناخذ 2 سيرتلينج. جبت 2 سيرتلينج. اقول لك يا ولد اقول لك 2 سيرتلينج. يا الله يا كثر ما اضيع. اي صح قبل ما نمشي نبغى نسوي هذا نحتاج تهن المشكله. ولا معنى تهن. هل لازم نسويها؟ يمكن ما نحتاج. يمكن يكفينا دمنا كذا ان شاء الله ما نتسطر. اوكي اتوقع كذا جاهزين. ملابسنا كامله واسلحتنا كامله. البول الاكس شلون نسوي ابجريد الاكس؟ نحتاج برونز 4 برونز. اوه نحتاج ليفل 2 اصلا. هذه خلنا بعدين مو وقت الحين. سوينا اسهم ناريه ومعنا اسهم عاديه برضو. خلنا نرجع الاغراض اللي ما عاد نبيها خلاص. الرزن هنا. العسل معنا نخليه يمكن عشان ناكل هناك. كنا نحتاج فراوله زياده ولا شيء زي كذا. بعدين مو مشكله. التن لاحظت ما عاد صرنا نستخدمه بس في البدايه بعدين خلاص. اوكي هل اقدر ابني الحين هذه البورتال؟ اقدر ابنيها. حلو معنا اغراضها كامله. كويس نايس. الحين يا طويل العمر والسلامه نتجه لا البوس. هذه جثتي هنا يمطيح عليه شجرة الظاهر. الله يفشل العدو. طيب هنا موجود مكان التن. وين مكان البوت؟ هذا البوت. اوكي ناخذه ونتجه المنطقة هذه. معني ناسي مكانه. ممكن لو اشيك على التسجيل القديم راح القى مكانه. لكن على العموم هذا متى نروح له؟ نروح ان شاء الله في الحلقة الجاية. اذا عجبكم المقطع سمشتركم في القناة وحطوا لايك. عجبكم المقطع سلام.